اليوم حنايا جينا نظمنا هذا الوقفه الاحتجاجيه على المستوى المحلي، وكذلك الاخوان ديالنا يعني الزملاء ديالنا في القطاع نظموها على المستويات المحليه والجهويه جميع ربوع المملكه. هذه بدايه ديال واحد المسلسل نضالي ان شاء الله اللي كنندددوا من خلاله وكنستنكروا يعني السكوت والصمت ديال الوزاره الوصيه والوزارات المتداخله في هذا القطاع الحيوي، هذا القطاع اللي كيمثل او اللي كيشغل ما يقارب 30 الف منصب شغل مباشر، اللي يعني كيساهم لحد ما في الاقتصاد الوطني او في احياء الاقتصاد الوطني. المهم حنا كنعانيو من واحد المجموعه ديال الاشكالات، هذا القطاع هذا مقصي مهمش، ما كاينش التواصل مع السلطات المعنيه او الوزارات الوصيه، كاين زيادات الباهظه اكثر من 50 و60% على التامين، يعني فقط قطاع كراء السيارات هما اللي زايدين عليه، كاين سيدي زياده على الفائده ديال تمديد القروض، عملنا لي غوبور في كورونا زادوا لنا شي مبالغ اللي هي خياليه ما تقدرش تحسبها، كذلك زيادات في الفائده، الناس كتدي الكريدي مثلا 5 و6 و7% هذا وماكسيموم، اما هو خص يكون 2 و3، حنا كنديوها ب 14 و15، هادشي ماشي حق، صافي ديك حنايا كنخدموا على واحد المجموعه ديال الشركاء ديالنا اللي هما الكونسيسيونير والتامين والابناك ومؤسسات القروض. الو حنا عندنا واحد المجموعه ديال الاكراهات، واحد المجموعه ديال المشاكل، بغينا الوزاره الوصيه تجلس معنا، بغينا وزاره الماليه تجلس معنا، بغينا وزاره العدل كذلك تجلس معنا، لان عندنا واحد المشكل مع المحاكم من خلال الحجز ديال السيارات، كذلك المخالفات، كذلك الجناح اللي كيجيونا على المخالفات، فما بالك كيفاش الكليان او الزبون كيعمل المخالفه وانت عندك كونترا عقد بينك وبينها، يعني العقد شريعه المتعاقدين، انا واحد السيد كاري عندي صافي هو اللي كيتحمل المسؤوليه المدنيه والجنائيه في هذيك السياره هذيك، لا حنا كنجيو نخرجوا من باب المطار او المرسان كيبقيو علينا القبض ويخليو وليداتنا في الزنقه ويتخلعوا وحنا كندخلوا الحباسات، علاش؟ لان واحد المواطن عمل 57 او عمل 67 في الخارجه ديال طنجه او في شي مدينه وهذه كتعتبر جنحه. ايوا الاخوان كاين واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي كيعانيو منها قطاع كراء السيارات، بغينا التواصل مع 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 مندوبيه ديال النقل، مع الوزاره الوصيه، مع جميع المتداخلين والشركاء كذلك. شكرا لكم الاخوان، تبارك الله عليكم. عندنا واحد ثلاثه النقط كندويو عليهم، الا وهي فائده مرتفعه وتامينات كذلك ومثال. احنا والنقطة الثالثة هي ديال ما استفدناش من الدعم ديال لجنة اليقظة. أغلبية ديال الإخوان اللي معنا اللي كتشوفوا هنايا كلشي راه غادي يشد المحل ديالو، وكل شركة عندها 2 3 ديال الدراري خدامين معاهم، ما بقي ما مرة ما نعملوا أي الوزير عينا ما نعملوا أكثر من 30 ديال الشكايات، لا أبالي وقفنا معاه في الرباط 2 الوقفات ما كاينش لا موجب. وقفنا في الماليه، الوزير الماليه كذلك، احنا ما جبرناش انه غادي قالوا كنتوجهوا دابا لصاحب الجلاله يشوف هذا القطاع دابا عين الرحمه، لان هذا احنا ماشيين في الهاويه، وانسان اللي كان عنده شي درهم ولا جوج استثمر في هذا الدومين هذا بقينا لا اله الا بقينا عرضا. هضرت على السيارات كيجيو من هذاك طما كوبرا، هذاك القطاع الكراء العشوائي ومن الباطن، هذيك واحد الحاله، هذيك القطاع هذا كاين بعد سماسيره ما عندهم لا محل لا حتى شي حاجه، سمسار عندهم محلبه في الزنقه في القهاوي، كيمشي يطلع من كازا مراكش كيجيبوا السيارات ديالهم كيكريو نقص ثمن، حتى الثمن ديال القيمه ديال السياره ما كيكريوهاش، كيصدقوا هما رابحين، ما كيخلصوا لا ضرائب لا سينيسيس لا كرالا ما لا دوله حتى شي حاجه. حنا عندنا كنخلصوا، انا بعد كنهضر عليكم، انا عندي 2 دراري مخلصين وجالسين، ما قدرش يخدموا معايا سنين، ما قدرش نطلق لهم، هذا المشكل. حنا كنترجوا من الحكومه ومن السلطه بعدا بالسلطه المحليه ديالنا الامن الدارك يشوفوا لنا هذه المعضله هذه، عينا ما مشينا كتبناهم لا موجب، لهذا كنطلبوا لان هذه النقطه الاخيره اللي بقات لنا حنا باش يجيبوا لنا هذا الحل الكراء العشوائي.
لان الطوموبيل كيجيو من كازا ومن مراكش الى غيره، وهاد الناس ما عندهم، الا كانوا غير عندهم محل كتعطي الطوموبيل ديالك انت لواحد خانه ما عنده لا اصلا مفصل حتى منظمين، ماشي منظمين، كيجيك ليك الطوموبيل 150 درهم والطوموبيل كطيح لك 210 درهم. وحنا ما عندنا، ما نقدروش، ما كاينش المقارنه. الرسالة خصها تشوف بعين الاعتبار بعين الرحمن هذا القطاع هذا. حنا ما استبدنا ما والو، مازال عاد دابا عاد طايحين على بلا سينيسيس والضرائب وبالبنكات. بالبنكة فهمتيني؟ دابا الناس كتجي كتهز الطوموبيلات ديالها. كل نهار حنايا معامل، كل نهار كيعيطوا لنا خصنا نمشيو نوقفوا مع عباد الله. اللهم هذا منكر. هذا خص اليقظة تشوف بعين الاعتبار هذا القطاع هذا هو. شكرا اخي. المطالب ديالنا ينقصونا في الاثمنه ديال التامين اللي ارتفعت واحد الشكل خيالي، يعني تقريبا من 5000 درهم طلعت من 12 13000 درهم. يعني كيف يعقل تقطع الطوموبيل تقريبا 1200 درهم في الشهر؟ والمطالب ديالنا ارباح ديال الشركه الابنك ارباح كيديو معنا خياليه. الطالب ديالنا خصنا كراء العشوائي، نحاربوا كراء العشوائي ونحاربوا بعدا ولاد المدينه ديالنا حتى هما اللي كيشجعوا على الكراء العشوائي، كيجيبوا السيارات من مدن اخرى كالرباط كازا مراكش، وحنا تضررينا من هذه المساله هذه بزاف. كيجيبوها وكيكريوها واحد الثمن اللي ما كيتعداش 150 180 درهم. صباحنا حنايا كنعانيو مع الدائره هذه، وهادشي اللي كاين. عندنا مشكل مع شركة التأمين، مع الأبنك، مع الكراء العشوائي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.